البداية مع عناوين النشرة. اجتماع بعبدة غدا بعناوين ثلاث: حماية وحدة لبنان، تحصين السلم الأهلي ومنع الفتنة. جعجع ينضم إلى المقاطعين، الهدف من حوار الغد ذر الرماد في العيون. الصرافون بشروط بيع جديدة، ولبنان ينجز أول جهاز تنفس. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر موقع otv.com.lb ومن خلال صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر. البداية من قصر بعبدة، حيث ينعقد غدا الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. الأجواء مع الزميلة غريس مخايل. غريس يعطيك العافية، يعني بعد إعلان آخر يلي كان مفروض يشاركوا المقاطعة، كيف تبدو الأجواء؟ وهل من اتجاهات معينة في بعبدة صوب لربما لإعادة نظر بهذا الحوار؟ أبدا جورج، بالعكس، المصادر المطلعة التي تحدثنا إليها هنا في القصر الجمهوري أكدت أن التحضيرات اللوجستية والإعلامية والتقنية قد انتهت، واللقاء سوف يعقد بمن لبى الدعوة، هكذا قالت المصادر المطلعة للأو تي في. اللقاء مثل ما أنت ذكرت جورج صار معروف مين راح يشارك فيه ومين ما راح يشارك فيه من بعد ما الدكتور سمير جعجع أعلن أنه هو لن يشارك. إذن بداية الحضور الرئيس نبيه بري، الرئيس حسن دياب، من رؤساء الجمهورية السابقين الرئيس ميشيل سليمان، طبعا الرئيس أميل لحود، وكما بات معلوما أنه اعتذر ولكن وضع نفسه بتصرف فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، وقال أنه فقط هو بحسب مصادره أنه لا يريد أن يشارك، فقط لأنه لا يريد أن يجلس على نفس الطاولة بمن أوصل البلاد إلى هذا المنحى، إلى هذا المستوى. أيضا الرئيس أمين الجميل لن يشارك كما يفعل حزب الكتائب ورئيسه سامي الجميل. أيضا فلنذكر أنه من المشاركين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أنا أبي محمد راد، طلال إرسلان، جبران باسيل، رئيس تكتل لبنان القوي ورئيس التيار الوطني الحر. أيضا فلنذكر أنه سليمان فرنجي يقاطع الحوار، وكذلك اللقاء التشاوري يشاركون ممثلين بالنائب فيصل كرامي، وهنا أكدت مصادر النائب فيصل كرامي للأو تي في أنه اللقاء التشاوري مرتاح لانعقاد هذا اللقاء، خصوصا وسط ما كان حكي أنه ممكن أن يرجع أو ممكن أن يلغى. اللقاء التشاوري مرتاح لهذا اللقاء بحسب ما أكدت المصادر للأو تي في، لأنه إلغائه أو ربما إرجائه كان ممكن أن يشكل ضربة لرئاسة الحكومة، خصوصا وسط ما حكي أنه يفتقد للميثاقية. جورج أيضا فلنشير إلى أنه المصادر المطلعة أكدت أنه كما ذكرنا كل الأمور جاهزة للغد، على أن تكون هناك كلمة افتتاحية لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وكلمتين أخريين، واحدة للرئيس نبيه بري وواحدة لرئيس الحكومة حسن دياب في حال رغب بذلك، وهذه الكلمات الثلاثة سوف تكون منقولة مباشرة على الهواء. عناوين اللقاء، لقاء الغد معروفة، وهي حماية وحدة لبنان وتحصين السلم الأهلي ومنع الفتنة، وكل طرف حاضر له حيثية إما دستورية وإما شعبية، أكدت المصادر التي أضافت أن المقاطعة للقاء بعبدة تأتي سياسية وليست اعتراضا على العناوين، فلا يمكن لأحد أن يعترض على هذه العناوين، وهي حماية وحدة لبنان وتحصين السلم الأهلي ومنع الفتنة، لا يمكن لأحد أن يعترض على هذه العناوين. أما المقاطعة فتأتي سياسية فقط كما قالت المصادر، التي أيضا أضافت أن الاجتماع في بعبدة ليس إجرائيا، وهو للخروج بصوت واحد وموحد لمنع استسهال فتنة أو مشاكل في البلاد من قبل أي طرف معين. وقالت المصادر: كنا نتمنى أن يضع المقاطعون يدهم في هذه الورشة، لكننا نتقبل رأيهم. وأخيرا اجتمع المجلس الأعلى للدفاع كما قالت المصادر وحصن الساحة أمنيا، والمطلوب اليوم تحصينها سياسيا، وهناك أفكار
ستطرح للنقاش، وإذا تم إقرارها ستصاغ كبيان ختامي. جورج، أريد أن أشير إلى أنه مزيد من التفاصيل ومزيد من المعطيات سوف نكون مع طبعا في تقرير مفصل خلال نشرة أخبار المساء، خصوصا أن علمنا أنه قد يكون هناك اتجاه لدى رئيس الحكومة ولدى رئيس المجلس النيابي أن يلقيا كلمة، خصوصا نظرا لأهمية هذا الحوار الذي ينعقد في مرحلة دقيقة جدا وفي يعني مرحلة تمر بها البلاد ربما لم تمر بها منذ سنوات طويلة جدا. سوف تكون هناك ربما إذن كما ذكرنا كلمتين، ماذا سوف تتضمن، ما هو الاتجاه في هذا الإطار، مزيد من التفاصيل جورج في تقرير مفصل في نشرة أخبار المساء. جورج، شكرا لك زميلتنا غريس مخيل على هذه المعلومات. ونتابع في النشرة أيضا ومن زوار قصر بعبدة رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمت الله أبي نصر الذي شكر الرئيس عون على تعيين مجلس الوزراء محافظا لمحافظة كسروان لفتوح جبيل المستحدثة، متمنيا الإسراع في إنجاز المراسيم التنظيمية للمحافظة. وكانت جولة أفق تناولت التطورات المحلية الراهنة. الرئيس عون التقى أيضا السفير الألماني في بيروت لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان وانتقاله إلى موقع دبلوماسي آخر. وتمنى الرئيس عون للسفير التوفيق في مهامه الجديدة ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات اللبنانية الألمانية وتطويرها في المجالات كافة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يعلن أن القوات لن تشارك في حوار الغد. يا فخامة الرئيس، إذا صار إشكالات أمنية خذوا الآراء المناسبة. شو طالعين تنتداول يعني أنا وسعد الحريري ولي جنبلاط شو بدهم يعملوا؟ ما نحن هلا خير السلطة أو أشخاص تانيين يعني أو الرئيس ميشيل سليمان، ما السلطة عندكم أنتم. ما نحن اللي عم نترجاكم وقت عين رمانة وقت الأشرفية وقت بيروت وقت طرابلس وقت غيرها واختيارها، وقت اللي بيكون في إخلال بالأمن أكيد لازم تتدخلوا فورا. وأنا بتذكر وكلنا سوا وكل المرجعيات وقت طلبت من الدولة وقت اللي صار تكسير وسط بيروت، خي ليش ما دخلته؟ ليش ما أعطيته الأوامر؟ ليش تأخرته؟ ليش ظليته تحترق نص بيروت؟ تبعدين أعطيته أوامر تصار في تدخل ما. أنا شخصيا التفسير الوحيد اللي عندي إياها يعني بين من قبيل زر الرماد بالعيون وصولا لمحاولة تحميل الآخرين مسؤولية فشل هالسلطة بالذات. وإذا كان هيك طبعا ما راح نشارك فيها. ما حدا يطلب منا المشاركة باجتماع الهدف منه يا زر الرماد بالعيون إنه الناس قاعدين بالبيت عم بيشوفوا بدهم يلاقوا لقمة أكل يطعموها لأولادهم، نحن رايحين مجتمعين عم نبحث بمشكلة أخرى مش موجودة بالوقت الحاضر. ليش بالوقت الحاضر المسيحيين والمسلمين مختلفين؟ أكيد لا مش مختلفين. وخلال استقباله سفير إيطاليا لدى لبنان تطرق النائب فيصل كرامي إلى المشاركة في حوار الغد مشددا على الوقوف دوما إلى جانب أي حوار وليس من اليوم بل منذ الاستقلال. حرصنا أن نحضر اللقاء وغدا سيكون لنا رأينا في هذا الموضوع وفي كل ما يحدث بلبنان وتداعياته على الشارع، وخصوصا أنه الهدف الأول من هذا الحوار هو ضبط التفلت بالشارع، لذلك وطبعا تحديدا الوضع الأمني وتداعياته على الوضع المذهبي والطائفي في لبنان. ثانيا، هناك حديث كثير عن موضوع الميثاقية. يعني أولا نحن كان لنا رأي، أول ناس أعطينا رأي بهذا الموضوع، لا حاجة للميثاقية في اجتماع سياسي. وقلنا ونكرر بأنه وجود رئيس الحكومة الحالي العامل أيا كان هو بحد ذاته يشكل ميثاقية ليس فقط مذهبية أو طائفية ولكن يشكل ميثاقية وطنية. وبعيدا عن حوار غد، تعميم من نقابة الصرافين حول الشروط المطلوبة لتأمين حاجات المواطنين من الدولار.
بعدما بات الصرافون ملجأ اللبنانيين الوحيد للاستحصال على الدولارات في هذه الظروف الدقيقة، وبعد تهافت على محال الصيارفة لجمع 200 دولار، أتت خطوات تنظيمية جديدة من نقابة الصرافين التي أصدرت التعميم رقم 5 إلى الشركات ومؤسسات الصرافة فئة أليف، تضمن استمارة بيع الدولار مقابل الليرة اللبنانية والشروط المطلوبة لتأمين حاجات المواطنين من الدولار، وطلبت فيه التقيد بما يلي: الأفراد اللبنانيين فقط، راتب الخدم الأجنبي المنزلي حد أقصى 300 دولار مرة شهريا تسدد بتحويل إلكتروني، أما المستندات المطلوبة فهي صورة عن الباسبور الخاص بالخادمة أو الخادم، صورة التحويل الإلكتروني، صورة عن الإقامة صالحة، حضور الكفيل شخصيا، صورة هوية الكفيل، رقم الهاتف الخلوي للكفيل. أما للراغبين بالسفر، لكل تذكرة سفر لشخص واحد حد أقصى 1000 دولار مرة واحدة عند إبراز المستندات التالية: التسديد المباشر من الصيرفي إلى وكالة الطيران، صورة عن جواز سفر للمسافر مع فيزا صالحة. بما يتعلق بقصة جامعة خارج لبنان، حد أقصى لقصة الطالب الواحد 2500 دولار. المستندات: صورة عن بطاقة الطالب الجامعية، صورة عن جدولة الأقساط المتوجبة، صورة عن إيصال تسديد آخر قسط، صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان. على صعيد تسديد قسط منزل في لبنان، حد أقصى 1000 دولار مرة شهريا، والمطلوب صورة عن عقد الشراء مصدق حسب الأصول، صورة عن جدولة الدفعات المتوجبة، صورة عن إيصال تسديد آخر دفعة، صورة بطاقة هوية تاجر البناء المالك، حضور صاحب القرض شخصيا. أجار سكن الطالب في الخارج حد أقصى 1000 دولار وبحسب الدولة، صورة عقد، والمطلوب صورة عقد إيجار السكن مصدق حسب الأصول، صورة آخر إيصال تم تسديده إلى المالك، صورة الإقامة أو فيزا الدراسة على جواز السفر، صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان، صورة بطاقة الطالب الجامعية. وأبقت على نفس المستندات بما يتعلق بتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية باستثناء التي تضمنتها السلة الغذائية المقررة من قبل وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان. النائب نعمة فرام يكشف عن الجهاز التنفسي الصناعي الجديد، وللغاية مؤتمر صحفي تحدث خلاله أيضا وزير الصحة حمد حسن الذي بدا متفائلا بالمعطيات ومشجعا لهذا الإنجاز. في زمن كورونا ومع تردي الأوضاع الاقتصادية، بشرى سارة إلى اللبنانيين، زفها النائب نعمة فرام الذي أعلن أن صار هناك جهاز تنفس صناعي صنع في لبنان، وهو جهاز للاستخدام في غرفة العناية الفائقة وليس فقط لمرضى كورونا، معلنا الدخول رسميا في صناعة المعدات الطبية. هالمشوار كان مشوار معزات أول شيء، لأنه هالمشوار بلش بسؤال: هل فينا ولا ما فينا؟ أنا اللي بدي أقولكم، أنا تعلمت كتير بهالثلاث شهور، لأنه تعلمت أنه بمجرد ما نجاوب على السؤال يعني بلش التغيير، أنه نحن فينا، نحن قادرين، نحن مش ما بنستسلم للخضر، نحن ما بنموت قبل ما نموت، بنحاول بنجرب. هيدا كان اللبناني عبر الأجيال يغير قدره بعمله بإيمانه، هذا اللي صار. وزير الصحة حمد حسن لفت إلى أن هذا الجهاز أصبح موجودا في وقت العالم يعاني من نقص في أجهزة التنفس، وهذا الجهاز لمعالجة المواطن وهو بارقة أمل. اشتغلنا على ثلاث مسلمات رئيسية. الوقت هو لصالحنا لحتى نجي على فصل الصيف، مشان هيك امبارح الدبكة بعلبي كانت ولعاني. اثنين، كنا عم نقول لازم يكون في لقاح أو لازم يكون في دواء، وبلشت بشائر الأبحاث العلمية تبعي. إذن توقعاتنا كانت بمحلها. والثالثة أنه بخضم الأزمة كان نحن فعلا ناطرين أنه بدنا فنتيليترز لا إسعاف مرضى الكورونا أو غيرهم، واللي هيد كمان اليوم تحقق. وزير الصناعة عماد حب الله أكد أن لبنان يتحول بوتيرة متسارعة إلى بلد إنتاجي، وهذا الخيار هو الأساس لنهضة البلاد. لبنان يتحول بوتيرة متسارعة إلى بلد إنتاجي، ما عندنا خيار. هذا الخيار هو الأساس لنهضة لبنان من كبوته
أنتم ركن أساس الصناعيين بشكل عام والجامعيين والمبدعين وبالأخص الشابات والشباب اللبنانية، أنتم الركن الأساس بهذا الخيار والمسار، كون الصناعة المستقبلية في لبنان هي الصناعة القائمة على الإبداع. هكذا نجحت الجهود اللبنانية في دخول مجال الصناعات الطبية من بابه العريض عبر جهاز تنفسي هو الأول من نوعه. نتابع النشرة بعد الفاصل. نتابع النشرة. وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق الخطة الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل بحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة كلودين عنروكوس. تطبيق القوانين هي من خلال ثقافة، يعني اليوم من وراء تجربتنا خلال الكوفيد 19 وعلى أثر ارتفاع نسبة العنف الأسري، واجهنا كتير صعوبات بتطبيق القانون حماية المرأة من العنف الأسري، يمكن من خلال 1745 الهوت لاين لقوى الأمن الداخلي يلي لازم يتدخلوا لحماية المرأة، وإن كان حتى لو تجاوب كان كتير كبير من قبل الوزارات والحكومة، بس يلي واجهناه هو تطبيق القانون، لأنه ثقافة الناس والعناصر إن كان القوى الأمنية حتى الجمعيات إلى آخره لقينا أنه في كتير صعوبة. بقى قد ما حكينا عن حماية المرأة، حماية المرأة ما بتتم إلا بإقرار قوانين بتعترف لها بحقوقها بالتساوي مع الرجل مثل ما هي متساوية معه اليوم بالواجبات. كعادته في كل عام المجلس الوطني للبحوث العلمية يعلن في تقرير عن المواقع البحرية الصالحة للسباحة في لبنان. المجلس أكد أيضا الدراسات لم تتوصل إلى تأكيد إمكانية انتشار الفيروس في مياه البحر أو إمكانية انتقاله إلى الكائنات البحرية الحية. قد تنوعت المواقع لتشمل مسابح شعبية، نقاط بالقرب من مصبات الأنهر، شواطئ صخرية ورملية عامة وخاصة، نقاط قريبة من معامل صناعية، نقاط قريبة من مصبات الصرف الصحي. وقد بلغ عدد المواقع هذا العام 31 نقطة. سوف نعرض لكم نتائجها بالتفصيل في الجزء الثاني من هذه المداخلة، والتي يمكن اختصارها بالآتي: 17 موقعا بحريا صالحا للسباحة من أصل 31، 8 مواقع ملوثة بشكل كبير، 6 مواقع مصنفة حذرة إلى غير مأمونة. في نتائج هذا العام بعض المؤشرات الإيجابية، ف 50% من المواقع المنتشرة من الشمال حتى الجنوب هي مواقع نظيفة وما تزال محمية وبعيدة عن مصدر التلوث الرئيسي الذي يتسبب بأضرار جسيمة في نصف المواقع المدروسة. إن التلوث البكتيري الذي أمكن تحديده بوضوح في 14 موقعا يعود بشكل رئيسي إلى مياه الصرف الصحي وعصارة مكبات النفايات الصلبة. فاصل ونواصل هذه النشرة مع أخبار إقليمية ودولية. نواصل النشرة. أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن البيت الأبيض يعلن دائما أنه مستعد للتفاوض ويقول أننا نماطل، وأعلن روحاني أن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن على طاولة 5+1، لكن على واشنطن الاعتذار وتعويض خسائر إيران والعودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ جميع التزاماتها. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي ترأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم أمس قرر وقف خطة التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية، وكانت قد تزايدت حدة التوترات السياسية بين الكوريتين بسبب خطط جماعات في كوريا الجنوبية لإطلاق منشورات دعائية تقول كوريا الشمالية أنها تمثل خرقا لاتفاق بين البلدين استهدف منع المواجهة العسكرية. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. للمزيد يمكنكم متابعة أخبار الأوتيفي دوما عبر فيسبوك وتويتر وموقع otv.com.lb. إلى اللقاء.